لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. وفاة الفنان المصري سامي فهمي. أعلنت الفنانة عايدة فهمي وفاة شقيقها الفنان الراحل سامي فهمي. ونعت عايدة فهمي شقيقها الراحل عبر حسابها الشخصي على فيسبوك وكتبت: أخويا الفنان سامي فهمي في ذمة الله. ولم يحدد بعد موعد ومكان تشييع جثمان الفنان الراحل. الفنان الراحل سامي فهمي تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية سنة 1974. اشترك في مسرحية القاهرة في ألف عام ومسلسل الأيام سنة 1979، ونال شهرة كبيرة خاصة مع مشاركته مع الفنان سمير غانم في المسلسل الكوميدي حكايات ميزو. وابتعد الفنان الراحل سامي فهمي عن الحياة الفنية حيث سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لدراسة الإخراج، ثم قرر الاستقرار هناك حيث اتجه لمجال الأعمال وعاد إلى مصر على مدى السنوات الأخيرة. أبرز أدواره كانت في مسلسلات برج الحظ، عملية نظيفة 100%، حكاية ميزو، فرصة العمر. سامي فهمي نال آخر تكريم للراحل من قبل الفنان محمد صبحي في احتفالية 50 سنة فن التي كرم فيها كل الفنانين الذين شاركوه أعماله، وكان من ضمنهم الفنان سامي فهمي. ترك التمثيل وهاجر لأمريكا 30 عاما وأنشأ سلسلة مطاعم ولقب بملك الأكلات الخفيفة فأصبح عمدة المصريين بنيويورك. سامي فهمي في فترة السبعينيات من القرن الماضي كان وجها محبوب في السينما والتلفزيون، ولكن فجأة وبدون مقدمات قرر الابتعاد والسفر إلى الولايات المتحدة وترك الفن. عرفه الجمهور من خلال أدائه لدور سلطان في المسلسل الشهير حكايات ميزو عام 1970 أمام الفنان الراحل سمير غانم، حيث وصف الفنان سمير غانم بأنه إنسان يشبه البنات، حيث قال أن دوره في مسلسل حكايات ميزو لم يكن موجود بالجودة التي ظهر بها، ولكنه ظهر كذلك بسبب سمير غانم لمساعدته له في كل شيء وفق قوله. كما أشار إلى أن نجاح الأعمال التي كان يقدمها في السبعينيات كان يرجع إلى المؤلف لينين الرملي باعتماده على كوميديا منطقية تعتمد على المواقف الحقيقية، لذلك كان يبدع مع أي فنان. الفنان سامي فهمي من مواليد محافظة الإسكندرية، تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية سنة 1974. بدأ نشاطه الفني سنة 1969 عندما شارك في مسرحية القاهرة في ألف عام مع سعيد صالح، وفيما بعد قدم على خشبة المسرح مرة أخرى عام 1979 مسرحية الدخول بالملابس الرسمية مع سهير البدري وأبو بكر عزت، وشارك في عدة مسلسلات أهمها حكايات ميزو، فرصة العمر، برج الحظ، على هامش السيرة، الأيام، زينب العرش، محمد رسول الله. كما قدم في السينما عدة أفلام ومنها زائر الفجر، ميعاد مع سوسو، الشك يا حبيبي، اعتداء، لست شيطانا ولا ملاك. آخر ما قدمه كان مسلسل الصياد والحب مع سمير غانم وعش الميامين مع محمد عوض سنة 1983. ولكن عند سن 30 وبعد أن قدم ما يقرب من 20 عمل فني ابتعد عن الوسط الفني عندما قرر أن يسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية حتى يدرس الإخراج، ولكنه استقر هناك لمدة طويلة وترك شهرته في مصر. الفنان سامي فهمي متزوج من امرأة تونسية ومعه ولد وبنت، وقد أطلق على أبنائه أسماء أجنبية ليندمجوا في المجتمع الأمريكي. قال الفنان سامي فهمي خلال حوار تلفزيوني سابق بأن أول عمل قام به عندما سافر لأمريكا هو إعداد القهوة والشاي، لافتا إلى أنه سافر لأمريكا لكي يدرس الإخراج ويعود مرة أخرى بناء على نصيحة الفنان حسين فهمي، ولكنه أحب المعيشة في أمريكا معقبا: للأسف حبيت أمريكا، لكن أمريكا عندما تفكر فيها بعمق ما تتحبش. ولفت إلى أنه عاش بالولايات المتحدة الأمريكية لأكثر من 30 سنة متابعا
ما اقدرش اقول عش. انا كافح 30 سنة لما سافرت امريكا وانا نجم ومشهور في مصر، عملت طباخ، طلعت علي اشاعة انها عرفان من جريمة قتل في مصر. يذكر انه قد اقام في امريكا مطعم باسم Queen of Egypt ليمارس فيها هوايه الطب بجانب دراسته للاخراج، ولكنه تفاجأ بنجاحه في هذا المجال وظل يطور فيه الى ان افتتح سلسلة من المطاعم، واطلق عليه المصريون في نيويورك لقب عمدة المصريين، حيث ان 90% من عمال سلسلة مطاعمه من المصريين، وبدأ جميع المصريين يتعاملون معه على اساس انه العمدة هناك. بالفعل بعد 11 عام اصبح فهمي مؤسس لشكل وستايل الاكلات المصرية في المطاعم الامريكية، حتى انهم اطلقوا عليه في امريكا لقب ملك الاكلات الخفيفة. عاد الى مصر بعد غياب 30 سنة، كما عاد للتمثيل في عام 2010 بمسلسل أنا عندي حلم، ولكنه رجع بعدها سريعا إلى نيويورك لمتابعة أعمال ومطاعمه هناك، ثم عاد مرة أخرى في عام 2018 وقرر الاستقرار في مصر، وظهر في عدة حوارات تلفزيونية مع عمرو الليسي وشريف عامر وإسعاد يونس، كما شارك في مسلسل الرسوم المتحركة يوسف الصديق عام 2019 وفيلم ورق الجمعية عام 2020 مع لوسي. يذكر أن الإعلامية بوسي شلبي قد نشرت على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام صورة برفقة الفنان سامي فهمي خلال حفل تقديم جوائز الديرجست عام 2020، ولم يظهر الفنان سامي فهمي منذ ذلك الوقت على الساحة الفنية مرة أخرى أو تداولت عنه أخبار. في عام 2019 كشف عن موقف جمعه الفنان عادل إمام في فترة السبعينيات على خشبة مسرحية شاهد ما شافش حاجة، وذلك خلال حواره مع الإعلامي عمرو الليسي ببرنامجه واحد من الناس. وقال فهمي أنه كان يسمع لقاء إذاعي مع الفنان عادل إمام في إذاعة الشرق الأوسط، ووجده يتحدث عنه ويشيد بأدائه لشخصية شاكر فضله في مسلسل فرصة العمر، وهي الشخصية التي عرفها به الجمهور وقتها. وأضاف فهمي أنه توجه في المساء إلى المسرح الذي يعرض عليه عادل إمام مسرحيته شاهد ما شافش حاجة لكي يقابله ويشكره على حديثه عنه، ليجد الزعيم يطلب منه الصعود إلى خشبة المسرح في أحد المشاهد دون أن يوضح له طبيعة الدور، لكنه فوجئ بتصفيق كبير من الجمهور جعله يبكي على المسرح. الفنان سامي فهمي الشهير بشخصية شاكر فضله كان ظاهرة فنية خفيفة الدم، اعتبره النقاد ممثلا كوميديا من الدرجة الأولى، لفت الأنظار إليه في مسلسل حكايات ميزو مع الفنان سمير غانم وبرج الحظ لمحمد عوض وشرارة، ومسرحية الدخول بالملابس الرسمية وأعمال عديدة حققت له نجاح كبير، ولكنه فجأة وبدون مقدمات اختفى عن الساحة الفنية وانقطعت صلته قبل عودته. قال سامي فهمي أنه نادم على ترك الفن والهجرة لأمريكا، ووصف قراره بالمجنون لأن الفنان الحقيقي لديه جنون، وكشف عن عمله ببيع الطعام والقهوة في بداياته قبل أن يستمر في ذلك المجال بالعمل طباخ في أمريكا. وقال أنه في فترة هجرته وتركه للفن ادعى البعض أنه هرب من مصر بعد ارتكابه جريمة قتل لعدم اقتناع البعض بهجرته رغم شهرته ونجاحه في الفن. آخر صورة شاركها سامي فهمي قبل رحيله مع جمهوره على فيسبوك، نشر في 29 أكتوبر أحدى الصورة له معلقا مع رئيس وزراء مصر الأسبق الأستاذ عصام شرف والفنانة وفاء سالم في رحلة دوار العمدة. يدير بالذكر أن سامي شارك في عدد كبير من الأعمال الفنية مع كبار النجوم قبل أن يسافر ويعيش فترة طويلة بالولايات المتحدة الأمريكية. إن لله وإن لا إله إلا الله. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.